السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصاوب معكم الكميرات في الدار ان شاء الله، وغادي تشوفوا كيفاش كيجيو رائعين. هنا عندي غادي نحتاج 3 الكيسان من هادو عامرين، على حساب كل كاس كتجي فيه حساب كميرة. انا غادي ندير 3 الكميرات ان شاء الله. عندي هنا معلقة سكر، معلقه كبيره، ومعلقه صغيره ديال الخميره. هنا عندي 4 معالق ديال الحليب، الا ما كانش الحليب حتى اللبن تقدر تعوضه في بلاصه الحليب. هنا الملحه على حسب الذوق، والماء. هنا في الماكينه غادي نضيف هاد الدقيق ديالي، غادي نضيف هاد السكر والملحة، ملحة على حسب الذوق. هنا غادي نضيف انا شي معلقة صغيرة هاد الخميرة، غادي نخوي عليها هاد الحليب ولا شوية د الماء اللي كان، نخلطوها شوية هكا. نضيفوها حتى هي، نضيفو هاد الحليب اللي بقى، نضيفو شوية د الماء. حنا علينا ميزاننا حتى نشعل الماكينة بدا يتخلط، وانا كنزيد شوية 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 الماء بشوية بشوية. والعجينة ما خصهاش تكون قاصحة، وما خصهاش تكون جارية ولا مطلوقة، تكون غير هي هذيك، ما قاصحة ما رطبة، تكون بحال شويه قاصحه من العجينه ديال الخبز. دابا فاش تعجنات ان شاء الله غادي نحل عليها بحال هكا، وغنحيد لها هذا ونخليها نجمع شويه شويه الزيت، ونخلي هذا تخمر. بعد دابا غادي نجمع شويه بالزيت، كتكون بحال هكا شويه، قلت لكم قاصحه شويه من الخبز، من العجينة ديال الخبز. نجمعها على هذا الشكل ونخليها نغطيها ونخليها حتى تخمر، وعاد نبدا نكون في الكميرات ونعاود نديرهم في الصينية ديال الفران ونخليهم عاوتاني يخمروا، وعاد نطيبوهم ان شاء الله. دابا فاش خمرت العجينة ديالي ديال الكمير، غادي ندير شوية دقيق هكا، غادي نفشوها شوية من ديك الخميرة. كديك تشوف كدير ديك الطويقات هكا، نديرها على 3. هكا غنطلقها شوية، أحسن نطلقها شوية بالدلاك، تنجبد الدلاك. على شكل دابا غادي نبدا نطويها من هنا، نطوي من هنا ونضغط هكا بيدي، ما نديرش ما نطويهاش مزيره، نخليها شويه مرخوفه، ونبقى نسد هكا هذا هكا. انا غادي كنطوي وانا كنسد بالصبعين ديالي هكا هكا، نوصل هكا. خلي يدك شويه بنتي، ديك الساعة نبقى نحربلها،
نشد لها هاد الرويسات هادو ونرققهم هكا هكا كنبقاو نلويو فيها هكا شويه باش كيجيو هاد الشريطات هكا غاديين هما كيجيو ملويين. دابا غادي نهزهم ونديرها في الصينية ديال الفران. غادي نلوي اخرى هكا. دابا فاش كنساليهم غادي ندير ندردر عليهم شويه الطحين نرش عليهم هكا. الا بغيتو يجيو من هذوك اللي كيكون عليهم طحين من الفوق، ما بغيتيش تخليهم غير هكا. انا غادي ندير هكا جوج، ندير عليهم طحين، وحده نخليها هكا باش كتجي محمره حتى غادي يخمروا، وعاد نشعل الفران ونديرهم في الفران يطيبوا. ملي غادي يخمروا غادي نجيب واحد الموس وغادي نفلح هكا، ندير فيهم فليحات من هنايا قبل ما نديرهم في الفران. ملي من نفلحهم هكا نديرهم شريطات 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 بالموس، هذيك الساعه نخشيهم في الفران على الحراره 200 درجه ايوا نخليهم يطيبوا على خاطرهم. ودابا ما عندنا شعلت الفران، غنعمر هكا شي هذا ديال شي زلافه ديال الماء تكون هكا ديال الفران، تعمر فيها الماء ونديروها في من التحت من الجهه التحتانيه. هنا عندي دابا هذيك الكميرات ديالي، دابا غادي نبقى نشرط فيهم هكا بالموس، ندير هذيك الشريطات على الشكل. من بعد غنديرهم في الفران، ديرهم هكا من الفوق ديال ديك الماء اللي درت من تحت، يعني الماء من تحت هذه فيها الماء ديرها من تحت، وهذا غادي نديرو من الفوق ونسد عليه نخليه يطيب. وها الكمير ديالي وجات كيف ما كتشوفوا، جا كيشهي. هذه اللي ما كنتش دهنت ما رشيتش بالطحين، ها هي كي جات، وهادو رشيتهم بالطحين جاو على هاد الشكل. على فكره خصكم تبقاو تقلبوهم في الفران مع كتكون ديك الجبانيه ديال الماء من تحت من تحت الكمير، ما كيتحمرش ديك الساعه من تحت. خصكم فاش يتحمر من الفوق دوروا هكا في الصينيه
وتخليه يتحمر من الجهه التحتانيه. باقي سخون دابا، باقي كيشهي. تنقطع معكم وحده، كيجي على هذا الشكل رطب من الداخل. بالصحه والراحه، جربوه في الدار وسهل، وحتى المره ما جي ان شاء الله. مع السلامه.